طريقة عمل وأنواع البيض المسلوق، الصلب والطري والسائل. نملى مية في كزرونة ونحطها على النار لحد ما تغلي، وننزل بالبيض بمصفى عشان ما يتشرخش. نمسك الستوب ووتش ونطلع أول بيضة بعد 6 دقايق، ونطلعها في مية ساقعة عشان نبردها، ونكتب عليها 6 دقايق، واللي بعديها 8 دقايق، 10 دقايق، 12 دقيقة، 14 دقيقة، ونطلعهم ونقشرهم عشان نشوف الفرق. سائلة، شبه سائلة، طرية، شبه صلبة، صلبة. 6 دقايق سائلة، 8 شبه سائلة، 10 طرية، 12 شبه صلبة، 14 صلبة. وكل ده ليه؟ لأن كل نوع من البيض المسلوق ليه طعم ومذاق مختلف.